الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين شرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو أدوات الشرط. أحبابنا الكرام، أدوات الشرط هذه تدخل على الفعل المضارع، وهي تنقسم إلى قسمين، منها ما هو جازم ومنها ما هو غير جازم. يعني هناك أدوات شرط جازمة تجزم فعلين، هي ما، من، متى، أيان، إن، أن، أن، يعني إن تذاكر تنجح. إن هنا جزمت فعلين، الفعل الأول تذاكر والفعل الثاني تنجح. وهناك أدوات شرط غير جازمة، يعني هي تعلق في الجواب على الشرط فقط لكن لا تجزم، يعني لا يظهر أثر لهذا الجزم في اللفظ، وهي منها لو ولولا ولوما ولما وكلما وإذا وأم. طيب، الأدوات التي تجزم وتدخل على الفعل المضارع قسمان، منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. ما يجزم فعلا واحدا أربعة أدوات أو أربع أدوات: لم ولما ولا الطلبية ولام الطلب. هذه أدوات جازمة تدخل على الفعل المضارع فتجزم فعلا واحدا وليس فعلين. يعني عندما أقول مثلا لم يلد ولم يولد، فلم حرف نفي وجزم وقلب، دخل على الفعل المضارع فجزمه. طيب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة يدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون المحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. لا الطلبية، لا الطلبية ديت إما أن تكون ناهية وإما أن تكون دعائية. تكون ناهية لو كانت من الأعلى للأدنى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فلا هنا ناهية جازمة لأنها من الأعلى للأدنى. طيب، وتكون أيضا للدعاء إذا كانت من الأدنى للأعلى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ده بالنسبة للا الطلبية، سواء كانت ناهية أو دعائية. طيب، عندنا حاجة اسمها لام الطلب. لام الطلب هذه أيضا حضرات تكون للدعاء وتكون للأمر: لينفق ذو سعة، لينفق ذو سعة. ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الطلب وعلامة جزمه السكون. فلام الطلب هنا أفادت الأمر لأنها من الأعلى للأدنى. طيب، إذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فيكون المراد منه الدعاء، كما يقول أصحاب النار: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. فأهل النار والعياذ بالله يتمنون الانصراف ولو إلى النار يوم القيامة من شدة الهول. فإذا يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الطلب أو لام نسميها لام الدعاء، لأن الأمر هنا من الأدنى للأعلى فيكون المقصود منه الدعاء. فهذه هي الحروف التي تجزم فعلا واحدا: لم، لما، لا الطلبية، لام الطلب. هناك حروف أو أدوات تجزم فعلين، وهي ما، قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أين الفعل الأول؟ تفعلوا مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. وأين الفعل الثاني؟ يعلمه الله. يبقى إذن ما من الأدوات التي تجزم فعلين: الفعل الأول فعل الشرط، الفعل الثاني يسمى جواب الشرط. تمام؟ كذلك من، من يعمل سوءا يجزى به. الفعل الأول يعمل، ده فعل الشرط، وجواب الشرط يجزى به. يبقى إذن
ما تجزم فعلين، من تجزم فعلين، متى تجزم فعلين، متى تذهب إلى الجامعة أذهب، أيانا، أيانا تذاكر دروسك أذاكر معك، يعني متى تذاكر دروسك أذاكر معك. أيضا تنصب تنصب فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، الفعل الثاني يسمى جواب الشرط. كذلك إن تذاكر تنجح، إن تذاكر الفعل الأول تذاكر، فعل الشرط تنجح هو الفعل الثاني. وكذلك أن، إذن هذه أدوات كلها تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. هناك بعض أدوات في اللغة العربية أحبابنا الكرام، تمام، تفيد الشرط لكنها لا تجزم. يعني إيه تفيد الشرط؟ يعني هناك فعل للشرط وهناك جواب للشرط لكن لا يوجد جزم في الجملة. يعني مثلا لو جاء محمد أكرمته، لو جاء محمد أكرمته، هنا في فعل للشرط وهنا جواب للشرط، جاء فعل الشرط وأكرمته جواب الشرط. حضرتك ازاي تعرف ان ده اسلوب شرط؟ ان في جواب مترتب ومتوقف على فعل الشرط. يعني هنا لو جاء محمد أكرمته، يبقى الإكرام هنا متوقف على هذا المجيء ومترتب عليه ومتعلق به، فلذلك كان شرط. لكن هل يوجد جزم؟ لا يوجد جزم، لا يوجد أثر للجزم، ده بنسميه حرف شرط غير جازم. يعني معنى الشرط موجود، في فعل الشرط وفي جواب للشرط لكن لا يوجد أثر للجزم في الجملة، لا يوجد أثر لفظي للجزم في الجملة، لذلك نسميه إيه؟ حرف شرط غير جازم. طب لو دي بتفيد إيه حضرات؟ بتفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. يعني الإكرام هنا امتنع ليه؟ لأن الشرط امتنع، لأن المجيء لم يحدث. لو جاء محمد أكرمته، طيب ومحمد ما جاش، يبقى امتنع الإكرام، يبقى حرف امتناع لامتناع، امتنع الجواب لامتناع الشرط. طيب لولا ولما بيسموها حرف امتناع لوجود، يعني امتناع الجواب لوجود ايه؟ الشرط. لولا محمد لأكرمتك، يعني لولا محمد موجود لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود محمد، بعدها بنسميه حرف امتناع لوجود. تمام. طيب لما ظرف بمعنى حين، ولما أن جاء البشير، يعني حين أن جاء البشير ألقاه على وجه. كلما بتفيد إيه حضرات؟ التكرار. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، يعني كلما تقرر دخول زكريا عليها المحراب وجد عندها إيه؟ رزقة. يبقى كلما تفيد إيه؟ التكرار. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا ذاكرت نجحت، ظرف لما يستقبل من الزمان. أما بيسموه حرف شرط وتفصيل، أما يسمونها دائما فصل الخطاب، تأتي بعد المقدمة، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام، أما بعد فكذا. يعني إذن أما حرف شرط وتفصيل وتأكيد، وتكون نائبة عن فعل الشرط اللي هو مهما يكن من شيء فكذا، مهما يكن من شيء بعد فكذا، وتلزم الفاء في جوابها دائما وأبدا. تجد الخطباء عندما يقولون أما بعد ها فاء فكذا، دائما الفاء تكون في جواب أم. إذن هذه حروف الشرط غير الجازمة. يبقى احنا عندنا حروف جازمة وحروف غير جازمة. الحروف الجازمة أحبابنا الكرام أربعة. الحروف الجازمة التي تجزم فعلا واحدا
أربع لم ولما ولا الطلبية ولام الطلب. طب التي تجزم فعلين كثيرة منها ما ومن ومتى وأيانا وإن وأن. طيب حروف الشرط غير الجازمة منها لو ولولا ولوما ولما وكلما وإذا وأما. طيب في حاجة عندنا متعلقة بهذا الدرس اسمها جزم المضارع في جواب الطلب. يعني إيه الكلام ده؟ جزم المضارع في جواب الطلب. الطلب اللي هو إيه حضرات؟ الطلب ده عبارة عن أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء. جزم المضارع في جواب الطلب. الطلب ده بيشمل أمر، نهي، استفهام، دعاء، نفي. تمام؟ طيب عندما أقول ذاكر تنجح، ذاكر ده أمر ولا مش أمر؟ طلب ولا مش طلب؟ طلب، فأنا بطلب منك إنك تذاكر. طيب تنجح المضارع هنا مجزوم ولا مش مجزوم؟ مجزوم. ده بيسموه المضارع هنا مجزوم في جواب الطلب، لكنه في الحقيقة مجزوم بفعل شرط محذوف، يعني ذاكر فإن تذاكر تنجح. ذاكر فإن تذاكر تنجح. ده بيسموه جزم المضارع في جواب الطلب. طيب لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد تسلم. كلمة تسلم ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وهو النهي، يعني أنا بأنهاك عن الاقتراب من الأسد حتى تسلم. تمام؟ والتقدير إلا تدنو من الأسد تسلم، يعني لو أنت ما قربتش من الأسد تسلم، لكن لو قربت سيأكله. يبقى المضارع هنا مجزوم في جواب الطلب، يعني عبارة عن فعل مضارع بيأتي قبله أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء، ثم يأتي هذا المضارع مجزوما بعد هذا الأمر، يسمى هذا الأسلوب جزم المضارع في جواب الطلب. في جواب الطلب. ولكن المضارع الذي يقع بعد النهي يشترط أن يصح دخول إن قبل لا مع صحة المعنى، يعني إلا تدنو من الأسد تسلم، يعني أنت لو ما قربتش من الأسد ستسلم، لكن لو شلنا كلمة تسلم وحطنا يأكل لا يستقيم المعنى. إلا تدنو من الأسد يأكلك، يعني أنت لو ما قربتش من الأسد سيأكلك، لا هذا غير مستقيم. يبقى صحة جزم المضارع في جواب الطلب بعد النهي صحة تقدير إن والفعل مع صحة الإيه؟ المعنى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى نواصب الفعل المضارع. الفعل المضارع يا حضرات كما يكون مجزوما يكون أيضا منصوبا، لكن متى يكون منصوبا؟ إذا سبق بأداة من أدوات النصب، وهي أن ولن وكي وإذا. نواصب المضارع، نواصب المضارع أن لن كي إذا. المضارع إذا سبق بأداة من هذه الأدوات الأربعة يكون منصوبا. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن
حرف نفي واستقبال ونصب، تناله فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. كي أذهب إلى الجامعة، كي أتعلم. أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن عندما يقول لك شخص سأزورك غدا فتقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك. فأكرمك فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى المضارع يا حضرات يكون منصوبا إذا سبق بأداة من هذه الأدوات الأربع، وأن هذه كانت أم الباب، يعني هي أم الباب. أن ليه؟ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة، يعني بتنصب الفعل المضارع وهي ظاهرة وبتنصبه أيضا وهي أيضا مضمرة مخفية. طيب إضمارها ده بيكون إيه؟ جوازا ولا وجوبا؟ بعد لام التعليل تضمر جوازا، بعد لام التعليل تضمر جوازا. زي إيه؟ يريد الله ليبين لكم، ليبين لكم يعني لأن يبين لكم. يبقى يبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. لام التعليل هي التي يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، لام التعليل هي التي يكون ما بعدها مسببا ونتيجة لما إيه؟ قبلها. يريد الله أن لأن يبين لكم. طيب متى تضمر هذه الأداة وجوبا؟ تضمر بعد بعض حروف سنعرفها. يبقى إذن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد أول حاجة لام الجحود. يعني إيه لام الجحود؟ لام الجحود دي حضرات هي التي تسبق بكان المنفية. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم. فكلمة يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيه؟ وجوبا بعد لام الجحود. ليه سموها لام الجحود أو لام النفي؟ لأنها سبقت بكان المنفية، أدي كان هي وأدي حرف النفي ما. يبقى إذن أي فعل مضارع تدخل عليه لام الجحود يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. طيب أيضا بعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا، يعني مثلا عندما أقول استمع إلى نصح الطبيب أو يتم شفاؤك، استمع إلى نصح الطبيب أو يتم شفاؤك. الفعل المضارع يتم هنا حضرات منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أن، يعني تنيك مستمع لنصايح الطبيب لغاية ما ربنا يمن عليك بالإيه؟ بالشفاء. يعني استمع إلى نصح الطبيب إلى أن يتم شفاؤك. يبقى أو هنا بمعنى إيه؟ إلى أن. طيب أو التي تكون بمعنى إلا، التي تكون بمعنى إلا، عندما أقول مثلا يعاقب المسيء أو يعتذر، أو هنا بمعنى إيه حضرات؟ بمعنى إلا، يعني يعاقب المسيء إلا أن يعتذر. لو اعتذر خلاص فلت من العقاب، تمام؟ يعاقب المسيء أو يعتذر يعني إلا أن يعتذر. طيب أيضا ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لا تأكل حتى تجوع، يعني حتى أن تجوع. فكلمة تجوع
منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. أيضا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فاء السببية هي التي ما قبلها سببا فيما بعدها. تمام؟ ما قبلها سببا فيما بعدها، يعني اصنع المعروف تنال الشكر. اصنع المعروف فتنال الشكر. بس فاء السببية دي يا حضرات لابد أن تسبق بطلب أو بنفي. طلب هنا هو اصنع فعل أمر طلب. فتنال الفعل تنال ده منصوب مقام مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، تمام، المسبوقة بطلب وهو اصنع. تمام؟ فاء السببية ما قبلها يكون سببا فيما بعدها، يعني صنع المعروف سبب في نيل الايه؟ في نيل الشكر. آخر حاجة الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. بعد واو المعية زي ايه؟ لم يفعل الخير ويندم. لم يفعل الخير ويندم. كلمة يندم هنا حضرات فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، واو التي بمعنى مع، يعني لم يفعل الخير مع ندمه. لم يفعل الخير مع ندمه. إذن هذه ملخص نواصب الفعل المضارع. فعل المضارع أحبابنا الكرام ينصب إذا وقع بعد أداة من أدوات النصب، وهي أن ولن وكي وإذا. طيب أن هذه تعمل ظاهرة ومضمرة، ولذلك كانت هي أم الباب. أن تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. طيب تعمل مضمرة إضمارها هذا يكون جوازا ويكون وجوبا. متى يكون إضمارها جوازا؟ إذا وقعت بعد لام التعليل. فعل المضارع إذا سبق بلام التعليل فإنه يكون منصوبا بأن المضمرة جوازا. طيب متى ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا؟ إذا وقع بعد لام الجحود، وهي التي تسبق بكان المنفية، أو إذا وقع بعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا. كذلك ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد حتى. كذلك ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية التي سبقت بطلب أو نفي. كذلك ينصب المضارع بأن المضمرة وجوبا إذا وقع بعد واو المعية والتي تسبق أيضا بطلب أو نفي. بهذا أحبابنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.